استوديو التطوير المستقل بلوبر تيم قام اليوم بنشر التريلر الصغير للعبة الجديدة The Medium، والاستوديو معروف عنه انه شهير بالعاب الرعب بالفترة الماضية، خاصة انه هن وراء العاب شهيرة زي Blair Witch و Observer و Layers of Fear، وكثير من اللاعبين بنتظروا هاي اللعبة بفارغ الصبر لانها رايح تخدم الجيل الجديد من اجهزة العاب الفيديو. وبيبين بالتريلر كائن المو اللي هو كيان كابوسي والخصم الرئيسي اللي رايحين نواجهه خلال أحداث اللعبة، واللي بيجسد الشخصية الممثل المميز تروي بيكر بالأداء الصوتي. باللعبة بيبين بطلة اللعبة انه بتقدر تحكي مع الأموات، ورايح يكون عليها مهمة مساعدة فتاة غامضة تتواجد بهوتيل نيوا المهجور. لعبة The Medium تعتبر من المشاريع الكبيرة جدا ببلوبر تيم وأكثر طموح لليوم، وراح يمكن اللاعبين باستكشاف حقيقتين بنفس الوقت، بينما راح يكتشفوا لغز غامض مليء بالأسرار المزعجة وأرواح شريرة وألغاز مخادعة. طبعا بتتميز اللعبة بموسيقى تصويرية مخيفة كثير ومثيرة بنفس الوقت للذكريات، اللي شارك في تأليفها أكيرا ياماواكا اللي قدم لنا الموسيقى الرعب الشهيرة بألعاب سايلنت هيل المشهورة. الاستوديو اعلن عن طلب مسبق بلعبة The Medium، واصبح متاح اليوم على اجهزة السيريس اكس والبي سي متجر ستيم بسعر $50 مع خصم 10% لاصحاب الطلبات المسبقة او البري اوردرز. ومن المفترض انه هاي اللعبة تكون رسمية بموسم الاعياد 2020 ونقدر نشتريها ونقنيها ونلعب على هيك العاب مميزة من استوديو بلوبر تيم. صرح مطور اللعبة The Medium المقابلة مع مجلة الإيدج عن تفاصيل جديدة ومثير للاهتمام، وحكى شوي عن فكرة القصة إنها بتحكي عن عدم بساطة الأشياء وعدم وضوح الأشياء، فما بتلاقيها لا أبيض ولا أسود ببساطة، وخلال اللعبة راح تتغير وجهة نظرك للشخصيات والأحداث اللي صارت معك وقابلتها باللعبة كل ما تلقيت معلومات أكثر خلال اللعب. وكشف برضو أنه عوامل الاستلهام الرئيسية للعبة أجت من سلسلة سايلنت هيل الغنية عن التعريف، لكن صرح أنه اللعبة في إلى استقلاليتها الكاملة بحيث ما تكون منسوخة 100% عن السلسلة، إنما هي بتستعير بعض الأشياء منها وما بتأخذ كل شيء وبتطبق كل شيء زي بعض الألعاب مثل سلسلة دارك سولز. شخصياً متشوق لهاي اللعبة، قولولي شو رايكو بالكومنتات تحت، شو رايكو بهاي السلسلة من الألعاب المخيفة، وعلى أي ألعاب مخيفة لعبتو قبل مرة، وعلى أي جهاز. جميل جدا انه نشوف جهاز الاكس بوكس بلش ياخذ بعض الحصريات القوية، واعتقد انه حان الوقت لهيك شيء. لا تنسوا تشتركوا بالقناة، لايك كومنت وشير، ومنشوفكم باخبار جديدة بعالم الالعاب. باي.